نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. المعارك العنيفة بين القوات السورية والجماعات المسلحة في حمص، حيث قتل عدد منهم بينهم مسؤول كبير واستسلم آخرون، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أبلغه أن الجامعة ستعيد مراقبيها مقترحا مشاركة الأمم المتحدة. هذه الأصوات تترجم القرار الذي اتخذه الجيش السوري بوضع حد للجماعات المسلحة في مدينة حمص التي تعتبر المقر الرئيسي لها ونقطة انطلاقها، حيث يواصل الجيش عمليات التمشيط في عدد من المناطق أسفرت عن تسليم عدد كبير من المسلحين أنفسهم. نحن كتيبة الفاروق من الجيش الحر السوري جاءنا بتعليق. المعلومات الواردة من المدينة أكدت مقتل قائد ما يسمى بكتيبة الفاروق المسلحة عبد الرزاق طلاس وأحد مساعديه على يد قوات الأمن. وقالت مصادر أمنية إن الجيش سيطر على حي الإنشاءات بالكامل، فيما تقوم وحدات أخرى بمحاصرة حي باب عمرو من جهات ثلاث. الجهة المختصة تمكنت من قتل عدد من المسلحين وضبطت كميات من الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية الصنع في معرة النعمان وباب عمرو. تضييق الخناق على المسلحين جاء بعد الاشتباكات التي خاضوها مع القوات السورية، حيث استهدفوا مستشفى النعيمي وقصفوا الشركة العامة لمصفاة النفط، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزاني وقود، إضافة إلى تفجير سيارة مفخخة في حي البياضة أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين وعناصر الأمن بين قتيل وجريح. أما ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان فأعلن من مركزه في لندن أن نحو 24 شخصا قتلوا في حمص، وقال إن 7 من عناصر الأمن قتلوا وجرح آخرون في كمين نصبته جماعات مسلحة بالقرب من درعا. وبانتظار عودة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا كان لدمشق كلام آخر. نحن نقول بوجود مؤامرة حقيقية بين أطراف إقليمية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الهدف الرئيسي من الأزمة الحالية في سوريا إضافة إلى بعض المطالب الجماهيرية هو النيل من مواقف سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أبلغه أن الجامعة ستعيد مراقبها إلى سوريا. معنا مباشرة من دمشق دكتور أكرم مكنا الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أشرف، يعني هل يمكن القول أن ما يجري في حمص هو خطوة للحسم العسكري النهائي؟ أولا مساء الخير. بالتأكيد هو خطوة للحسم العسكري النهائي ضد المجموعات الإرهابية التي روعت المواطنين، وبالتالي الانتهاء من هذه الأعمال الإرهابية التكفيرية القذرة بالتأكيد هو حسم عسكري للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية. والحسم العسكري ليس فقط في حمص، كذلك في ريف دمشق، وأنا أطمئنك أن الجيش العربي السوري الباسل استطاع أن يحسم في غالبية المناطق وهو الآن في حي الإنشاءات. بالتالي لابد من القضاء على هؤلاء الإرهابيون، لأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل هكذا مجموعات إرهابية، وخاصة أن هنالك ليبيين وهنالك لبنانيون للأسف وهنالك أفغانيين، وقريبا سيعرض هؤلاء الإرهابيون. نعم دكتور مكنا، يعني فيما يتعلق بعودة بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، فرنسا اعتبرت الإعلان عن عودتهم أنها تصب في الاتجاه الصحيح، هل هي بداية تحول ما؟
أنا أعتقد أن الموضوع بالتأكيد سيكون هنالك تحولات، لأنهم فشلوا في كل المجالات، فشلوا على الصعيد السياسي الدولية، فشلوا على الأرض من خلال تغذيتهم لهذه المجموعات الإرهابية، لأن الجيش العربي السوري الباسل قرر الحسم والقضاء على هؤلاء بالتأكيد، ولكن لدينا تجربة مريرة معهم في السابق. لاحظت سيدتي كيف أنهم هم الذين اختاروا أعضاء لجنة المراقبة، لجنة ما يسمى لجنة المراقبين العرب، وبالتالي هم الذين اختاروا الأسماء، وبعد أن قدمت هذه اللجنة تقريرها الواقعي والموضوعي والصادق مباشرة التفوا على هذا التقرير. أعتقد أن هنالك تحولات جديدة في المنطقة، لأنك سيدتي عندما تكوني أنت قوية في بيتك لا يهمك الآخرون. أمر آخر، من كان يمتلك الحق الساطع والشعب الواسع لا بد وأن ينتصر. بالتأكيد هنالك تحولات في كثير من المواقف قريبا. بالنسبة للصين، أعلنت أنها عقدت لقاء مع مجموعة من المعارضة السورية، يعني إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟ دائما أنت تعلم أن الموقف الصيني والروسي، وتحية لموقفهما الحقيقة، لأنهم حافظوا على التوازن في العلاقات الدولية، وبالتالي يؤشر، أنت تعلم دائما يقولون ينادون بالحوار، والدولة في سوريا تنادي بالحوار، والدولة في سوريا تنادي بالحوار والإصلاح، وباب الحوار الوطني مفتوح للجميع، من أراد الحوار أهلا وسهلا، ولكن لا حوار مع المجموعات الإرهابية التكفيرية. أعتقد أن هنالك مسعى باتجاه الحوار، وأنا أقول لك أن الدولة السورية تتجه باتجاه الحوار الوطني الشامل وباتجاه الإصلاح الوطني الشامل، وهذا ما أعلنه السيد الرئيس بخطابه بساحة الأمويين عندما قال هنالك حسما ضد المجموعات الإرهابية، وهنالك حسما باتجاه الإصلاح، وبالتالي الإصلاح لا يتم إلا عبر الحوار، والحوار أولا وثانيا وثالثا. نشكرك من دمشق دكتور أكرم كنال، كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. لا تزال بعض أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض مناطق حمص مرتعا للإجرام والترهيب، ومن إجرامهم استهداف مصفاة حمص بسبع قذائف هاون دون وقوع أضرار، إلا أن إرادة الحياة تبقى أقوى والحياة تعود تدريجيا لمناطق أخرى في المدينة، مؤكدة أن الشعب السوري لا يهزم. هذه بعض المناطق في مدينة حمص، والتي لا تزال فلول المجموعات الإرهابية المسلحة تتخذ منها أوكارا لتطلق رصاصها وقذائفها على المواطنين الأبرياء وبيوتهم. نحن في منطقة بابا عمرو، المسلحين يقوم بإطلاق القذائف على الأحياء الآمنة. ويقومون بتفخيخ المنازل وإطلاق النار. وإشعال الإطارات على أسطح المنازل. مجموعات إرهابية مسلحة عثت في بعض مناطق حمص فسادا، فخطفت وقتلت ودمرت وسلبت راحة المواطنين الأبرياء الذين ضاقوا ذرعا بأفعالهم الإجرامية. مسلحين بيلاقوا للسيارات بيقتلوا اللي بيكونوا فيهن، بياخدوهن بيرموهن كلي. لا انقطعنا لا من خبز ولا من كهرباء ولا من قطعنا من شيء خالص. سيارة الغاز بيلاقوها على الطريق بيخطفوها وبياخدوها بيفجروها بعد مناطق. خبز عم يجي على الحارات كمان، عم سيارة الخبز بيروحوا بياخدوها بيقتلوا صاحبينا. مي سيارات مي عم تيجي من صوب الدراكيج من صوب صافيتها، خطفوه وقتلوا لصاحبه. هدول المسلحين هن اللي عم يخربوا، هن اللي عم يقصفوا العالم، عم يضربونا بالقذائف الار بي جي، بقذائف الهاون، ما خلوا حاره وما ضربوها. المسلحين ضربوا البيوت، لغموا البيوت وضربوها بالقذائف الار بي جي. انا بيتي مضروب بقذيفتين ار بي جي وملغم لحديت الان، موجود اللغم، موجودين القذائف في البيت، عرفت شو؟ ضربوا البيت كله، عرفت شو؟ وهجموا علينا، هجرونا من البيوت، فتحوا طوق علينا وفاتوا علينا على البيوت لجوا، صاروا يضربونا بالقذائف وبقذائف الهول وبالار بي جي وبالروسيات وبجميع انواع الاسلحه. شلون الجزيره العربيه عم تسوق انه الجيش والامن عم يقصف الاحياء السكنيه؟ هذا الحكي عاري عن الصحه، كذب
ما نو صحيح. المسلحين هن اللي يضربوا، هن اللي يقصفوا، على دواماتنا ما نقدر نروح، ما مسترجين على الدوام، ضربوا الباصات من كم يوم، ضربوا باصاتنا شركتنا، انا موظف في شركه الوليد للغزل والنسيج، ضربوا الباص، قتل شوفير وست عمال من زملائي مصابين عند المشفى الوطني. انا طالبه مدرسي، مدرسه بوادي الذهب من عبد الوهاب الاسعد، ما عم نسترجين دواء، صرنا 10 ايام من ضرب القذائف الهاوى، المسلحين عم يضربوا قذائف علينا، نحن صرنا نبكي وقع البلور، يعني بنموت نحن كرمال المسلحين. إلا أن إرادة العيش وحب الحياة دفعت المواطنين في مناطق أخرى من حمص للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل تدريجي بعد أن حاصروا وطردوا من كان يقض مضاجعهم برصاص إرهابه. الجهات المختصة تفكك عبوة ناسفة تزن 15 كيلوغراما في مئذنة جامع الشفاء في مدينة حماة، معدة للتفجير عن بعد، وذلك في استهداف جديد لحرمات الأماكن المقدسة. محافظة حماة والمكان جامع الشفاء في حي الحميدية، أما الحدث فهو استخدام المجموعات الإرهابية المسلحة بيوت الله لتحقيق أهداف دنيئة عبر زرع عبوة ناسفة تزن 15 كيلوغراما في مئذنة الجامع، استطاعت الجهات المختصة تفكيكها قبل أن ينال أعداء الله والوطن مبتغاهم في تفجيرها، ليأتي دور قنوات سفك الدم السوري للترويج للخبر على أن الجيش العربي السوري يقصف مساجد مدينة حماة. سيناريو متكرر لما حصل في محافظة دير الزور منذ شهور، عندما قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بتفخيخ مئذنة جامع عثمان بن عفان وتفجيرها لتترك بقية المهمة لقناتي الجزيرة والعربية. مجرمون ولصوص وخارجون عن كل القيم الإنسانية والدينية، تتساقط أقنعتهم ومن وراءهم ليتعروا أنهم عملاء وقتل مأجورون في مخطط استهداف سوريا الذي انقلب فيه السحر على الساحر على إيقاع تشبث السوريين بحماية وطنهم وقرارهم المستقل. المجموعات الإرهابية المسلحة تستهدف خطوط سكك الحديد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة سوران بحماة. سكك الحديد من جديد هدف للمجموعات الإرهابية المسلحة، وآخرها استهداف جسر فوق سكة الحديد على طريق عام حما حلب في منطقة سوران، حيث انفجرت عبوة ناسفة وضعت تحت الجسر واقتصرت الأضرار على الماديات وإحداث فجوة في الطريق العام بين حلب وحما. وتتعرض السكك الحديدية والقطارات لاستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بقصد تخريب البنى التحتية للاقتصاد الوطني، ولا سيما أن هذه القطارات تقوم بنقل الغاز من وحدات التعبئة والفيول إلى محطات التوليد، إضافة إلى نقل البضائع والركاب بين المحافظات، بما يسهم في ربط مراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك والتصدير. وبلغت خسائر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نتيجة للأعمال الإرهابية إلى أكثر من 1,763,000,000 ليرة سورية، إضافة إلى عدم التمكن من تنفيذ الخطط الموضوعة من حيث نقل البضائع والركاب ومد خطوط جديدة. أحبطت الجهات المختصة اليوم محاولة لصوص سرقة ناقلة سيارات بدرعة، وعلم مراسل الأخبار أن اللصوص هاجموا ناقلة السيارات قرب جسر أم الميادين بهدف السيطرة عليها وسرقة السيارات التي تحملها، فتدخلت الجهات المختصة وأحبطت محاولتهم واعتقلت عددا من السارقين. من جانب آخر، أصيب 3 مواطنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر محجة بريف درعا، وعلم مراسل الأخبار أن العبوة انفجرت خلال مرور المواطنين 3 في المنطقة، ما أدى إلى إصابتهم دون وقوع ضحايا. وفي درعا أيضا داهمت الأجهزة المختصة بالتعاون مع أهالي بلدة تسيل منزل أحد الإرهابيين في البلدة، تم العثور على
في المنزل على 14 صندوق ألغام وستة صناديق قوالب TNT و2000 متر فتيل صاعق و32 لغما مضادا للمدرعات وسبعة صناديق ذخيرة رشاش وصندوقي صواعق مضاد للدبابات وصندوق صواعق كهربائية وحشوات متفجرة وصاروخ مصنع يدويا ومواد لصناعة وتحضير المتفجرات وحوالي 20 عبوة نسفة منها بوزن 50 كيلوغراما وجهاز تنقيب عن الآثار واسطوانات معدة للتفجير وسيارة مسروقة وعدد من الأسلحة الآلية.